السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف طريقة سريعة جدا لعمل المحاكاة على التايم لينر اللي هنا، ان انا احط تاسكات كتيرة وابدأ انظمهم. طيب ده محتاج ايه؟ محتاج ان الحاجات تكون متقسمة لادوار بالشكل دوت. يعني لو جيت في الاوبشن هنا هلاقي في الريفت هلاقي ديفايد فايل انتو ليفلز، ممكن تلاقي الاختيار ده وانت بتصدر تعلم عليه. طيب بعد كده في هنا امر اهوت، الامر ده اسمه اوتو اد تاسك، او هتيجي هنا اوتو اد تاسك وتقول له فور افري توب موست لاير، يبدا يحطهم لك كلهم بالشكل دوت، ويبدا يقول لك كل واحد فيهم هتاخد كام يوم، فتقدر انت تتحكم وتكبر الايام براحتك وهكذا، وتقدر تحرك. كل ده بيأثر على البلاننج، وعلمك عليهم كلهم، وحط لك الكونستراكت ان كلهم كونستراكت، والاتاش حطهم اتاش، فده وفر عليا وقت كتير قوي. بعد كده هاجي هنا في السيموليت الاقي بدأ الشغل بالطريقه ديت.